شباب. زميلت كورفر كان مدير او المباراة في النادي الاهلي المدرب الهولندي. انا سمعت بقى ان في مدرب عالمي عامل شرايط جديده وللاولاد الصغيرين، ما كنتش بحب ان انا اشتغل على السن الكبير يعني عشان ما نعمل مشاكل يعني. فرحت بقى اتفرج على مستر كورفر ده اللي ايه الناس كلها بتتكلم عليه هناك في الامارات. فواحد صاحبي قال لي انا جبت الشرايط بتاعته، اربع شرايط، ورحت بقى اتفرجت على الشرايط دي. اتفرجت على كل شريط 50 مره لدرجه انك حفظت الشرايط كويس قوي. بعد كده بقى رحت النادي اتفرج على كورفر ده. اول يوم رحت راح مرحب بيا كويس وانا بعمل شغل سبيشال، فقلت له انا مبسوط جدا بشغلك وانا الشغل ده انا عملت منه بس عدد قليل قوي يعني 10 12 تمرين. هو عمل الوفات بقى من التمرين. فقلت له انا بقى اتفرج، قال لي تعال اتفرج مفيش مشكله. فجيت بقى التمرين اللي بعده رحت اتفرج، فجبت كراسة وورقة وقلم تكتب. وبكتب عاوز ارسم التمارين. لقيته جاي بقى زي المجنون كده. كان هو عصبي شوية لما حتى بعد كده يجي النادي الاهلي. ممنوع انك انت بتكتب ولا تصور واطلع بره. قلت له خلاص انت مش عاوزني اتفرج خلاص. رحت لادارة النادي الوصل، هم كنت اعرفهم كلهم. قالوا لي بص يا كابتن، الراجل ده بيمنع المدربين بتوع النادي. يعني هو يجيب مدرب يقف معاه ربع ساعة ويمشيه. يجيب مدرب تاني يقعد نص ساعه ويمشيه. مش عاوز حد يحفظ الشغل بتاعه. فانت راجل يعني احنا عارفينك وانت نادي الزمالك وراجل تلعب منتخب مصر، انت روح اتفرج بس ما تخليش يشوفك. فرحت اتفرج بقى ايه، دخلت كده في حته تحت المدرج واقف هو مش شايفني وانا بتفرج على كل التمارين. فقعدت اتفرج وطبعا ما بسجلش، قعدت بقى ايه حاولت اركز انا اشوف التمرينات اهم حاجه ازاي يعمل التمرين. فكنت بعد التمرين اطلع بقى ايه من بعد التمرين مركب عربيته وامشي، وانا ماشي اقعد بقى ايه احاول استرجع واروح البيت اسجل التمرين. قعدت اتفرج عليه 6 شهور، استفدت منه كتير، سجلت منه 600 تمرين ما شاء الله. وده عدد مش كبير بالنسبه اللي هو كان بيعمل كل يوم 25 تمرين. ليه بقى؟ ان هو كان هيصور الشرايط عملها في نادي الوسط، فكان بيعمل مراجعه وحفظ اللعيبه وبيعمل 25 تمرين في اليوم. شوف بقى اللعيبه تتحمل 25 يوم تمرين ومدربين يقفوا يشتغلوا. فكان راجل يعني عمل كان راجل بيحب الشغل قوي. وبعد الفتره دي النادي الاهلي جابه وتعاقد معاه وعمل طفره كبيره جدا في قطاع الناشئين بالنادي طبعا الأهلي. هو عمل في النادي الاهلي لعيبه كتيره جدا. انا كل الخبره دي انا خدتها من كورفر. واحنا قاعدين بنتكلم ونسترجع الذكريات الحلوه كابتن علي، انا شايف عند حضرتك برضو مجموعة من الصور الحلوة اللي بتحكي تاريخ كابتن علي خليل وبطولاته مع نادي الزمالك دوري وكاس ومع الجيل العظيم. تعالى مع بعض نحكي وبرضه نسترجع بقية الحكايات الحلوة بتاعتك.